Bonsoir, معكم خديجة العراقي. Je suis médecin. أكيد أننا تحت تأثير هاد قوت لي زانفورماسيون ومعلومات اللي كيداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفازة، ولكن جيت باش نقرب لكم معلومات من الواقع وتساؤلات اللي كانت وصلوا بها كأطباء. وبما أنني كنت البارح من الطاقم الطبي ديال سامي اللي كانت وصلوا مكالمات هاتفية على الرقم 141، بغيت نقول لكم أن الحالات اللي توصلنا بها في المكالمات الهاتفية تتعيش حالة رعب وخوف أكثر من حالة دي الأعراض ديال الكورونا فيروس. اللي هذا جيت باش نوضح بعض الأمور ونشارك معكم بعض التساؤلات اللي توصلت بها. توصلت بمئات أبيل في خدام ديال 3 ساعات. دوك بين التساؤلات اللي توصلت بهم كثرة هو شنا هي الأعراض ديال الكورونا فيروس. دوك باش ندير واحد تذكير بسيط، الأعراض هي ارتفاع درجة الحرارة 38 فما فوق، ومي كنقولوا ارتفاع درجة الحرارة يعني تخصنا نعبروا واحد مقياس الحرارة، ما تقوليش حسيت بأن السخانة طالعة عليا، لا خص يكون عندنا تيرموميتر أو مقياس الحرارة في الدار باش نعبروا الحرارة وتكون عندنا الحرارة درجة الحرارة مضبوطة. كذلك يكون واحد الضيق ديال التنفس وكتكون واحد الكحة ناشفة توسيش، هادو هما الأعراض ديال الكورونا فيروس. كذلك من بين في المكالمات الهاتفية توصلت بأن الواحد كيدير واحد لو تيست لي رجع طوندونس ديال 10 سكوند كنحبسو التنفس، ولا من بعد ما حبسنا التنفس ما كانت عندنا لا كحة الا ضيق التنفس، معناتها ما كنعانيوش من الكورونا فيروس. بغيت نقول لكم ان هذا لو تيست ما عنده حتى شي اساس وغير صحيح، لهذا من هذا المنبر بغيت نقول الناس اللي كينشروا بهاد المسائل يحاولوا انهم يتاكدوا قبل ما ينشروا هاد الاشياء، لان الناس كيعيشوا واحد الحاله ديال التوتر اللي كتخليهم انهم يصدقوا مجموعه من الاشياء اللي كتكون في الحقيقه ماشي صحيحه. كذلك بغيت نقول لكم ان الواحد الى دار الوقايه ديالو كما ينبغي ما عنده مناش الخاف. الوقايه ديالو هي ان الواحد يغسل يده باستمرار من الماء والصابون بطريقه صحيحه. وكذلك لاحظنا دابا كاين واحد لا طوندونس ديال الناس كيبقاو يلبسوا ليغات، هذا شيء خطير، خصنا يعرفوا ان لي غون كيقبطوا 10 ديال الايام الفيروس فيهم عكس اليدين اللي كيقبطوها فقط 10 دقائق. دونك ان الواحد من الاحسن ليه انه يغسل يديه. وكذلك خصنا نعرفوا ان المناعه ديالنا كتنقص بسبب التوتر اللي كنعيشوا، وحنا محتاجين المناعه ديالنا فهاد الفتره وفهاد الظروف باش تحاول تحارب لينا الفيروس. دونك الواحد يحاول انه ما يتخلعش ويشوف المعلومات من المصادر الموثوقه. كذلك توصلت في المكالمات الهاتفيه بعض الامهات اللي كيتشكاو من الولاد ديالهم، تيقول لك ما بغاوش يدخلوا للدار. كنستغل هذه الفرصه باش نقول لهاد الولاد الا كان ماماك ووالديكم عزاز عليكم خليكم في الدار، خليكم في الدار، ما عندكم مناش تخافوا، ديروا الوقايه ديالكم وان شاء الله فتره وحد ودوز ان شاء الله. وبغيت نقول لكم ان الدوله ضحت بمجموعه من الامور باش تحمي المواطن ديالها، وطلبت منا حاجه واحده هي اننا نبقاو في الدار.